تدشين فكرة المسابقة في عام 2014 ميلادية كأحد الآليات المحفزة للتنافس في تحقيق معدلات عالية في جوانب العمل المختلفة بفروع البنك، كما حث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في خطاباته السامية إلى تنمية وتطوير قدرات المؤسسات والأفراد. ومن أهم أهداف المسابقة تحفيز فروع البنك لتحقيق أعلى النتائج في معدلات الأداء، إيجاد بيئة داخلية محفزة للعمل والعطاء بالفروع، الارتقاء بمستوى الجودة في الأعمال، رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للموظفين، الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، تحفيز موظفي الفروع للإبداع والابتكار. مجالات التقييم: المجال الائتماني، ويعنى هذا المؤشر بقياس الأداء الائتماني للفرع من خلال موافقات القروض وصرفها، نمو المحافظ وجودتها، الجودة في مستندات ملفات القروض، تقسيم الملفات وتنظيم مستنداتها، جودة البيانات المدخلة، حفظ ملفات القروض والضمانات. المجال التحصيلي: ويهدف هذا المؤشر لقياس جودة محافظ الفروع من خلال أهداف التحصيل: خفض المتأخرات والمخصصات، تقليل نسب التعثر، تحصيل المتأخرات، العمليات المالية. ويهدف هذا البند إلى تحقيق معدلات عالية في كفاءة العمليات المالية بالفروع، ويشمل على سرعة ودقة إنجاز عمليات الصرف والسداد، توثيق العمليات وحفظها وفق الإجراءات المعتمدة، جودة العمليات وتقليل من الأخطاء، إدارة محفظة الرفد. يهدف إلى رفع مستوى أداء إدارة محفظة الرفد في عمليات الصرف وتحصيل الأقساط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين عن السداد. الجانب الإداري: ويهدف هذا البند إلى فعالية إدارة الفرع في هذا الجانب، ويشمل تنظيم الملفات الإدارية المختلفة، إدارة الأصول والمحافظة عليها، نظافة الفرع. الأداء الوظيفي: يهتم هذا الجانب بتقييم أداء الفرع في تنفيذ خطط الأداء السنوية لكافة الموظفين. خدمة العملاء: يهتم هذا المؤشر بقياس مدى قدرة الفرع في تقديم خدمات عملاء متميزة وتحقيق رضا العملاء. الجانب التسويقي: يركز على مدى قدرة الفرع في إيجاد قاعدة بيانات للقطاعات ووضع خطط تسويقية وآليات التنفيذ ومدى الالتزام بذلك. المتابعة الميدانية للمشاريع: يهتم بقياس مدى التزام الفرع في وضع الخطة السنوية لزيارة المشاريع الممولة وكيفية معالجة أي بوادر للتعثر المستقبلي. تقارير التدقيق: يهتم هذا المعيار بمتابعة تقييم أداء الفرع في تقرير التدقيق السنوي وقدرة الفرع على معالجة الملاحظات، الابتكارات والمقترحات الفعالة. يعطي هذا المعيار مدير الفرع والموظفين مساحة في معالجة الكثير من التحديات من خلال تقديم الأفكار الابتكارية والتي توفر الجهد والكلفة. آليات التقييم المتبعة: يتم التقييم من خلال البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر التالية: الزيارات الميدانية للفروع والمشاريع، بيانات النظام البنكي الخاص بمؤشرات الأداء، التواصل مع العملاء. الدوائر المساندة: إحصائيات: قامت اللجنة بزيارة 17 فرعاً في مختلف محافظات السلطنة، زيارة وتقييم أكثر من 102 مشروعاً ممولاً من قبل الفروع، راجعت اللجنة أكثر من 150 ملف قرض، عقدت اللجنة أكثر من 22 اجتماعاً. أبرز المؤشرات الإيجابية: تحقيق معدلات نمو جيدة وخفض معدلات التعثر، تعزيز قدرات ومهارات مدراء الفروع، رفع مستوى الاهتمام لتنفيذ قاعدة بيانات للأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالفروع،
تنظيم الملفات والحرص على جودة محتوياتها. الاستخدام الأمثل للأصول المتاحة. تطبيق منهجية الموارد البشرية في قياس الأداء. تقييم التدقيق السنوي ومتابعة توصيات تقارير التدقيق. جودة المحافظ الإقراضية. الاهتمام بالمنظر العام للفروع. رفع مستوى خدمة العملاء. طرح أفكار ابتكارية لتطوير منهجية العمل. مؤشر نمو المحافظ من 2014 إلى 2016. مؤشر التعثر من 2014 إلى 2016. مؤشر تحقيق الأهداف في الصرف والتحصيل من 2014 إلى 2016. مؤشر تصنيف التدقيق من 2014 إلى 2016. عدد الزيارات التسويقية والأحداث التسويقية من 2014 إلى 2016. التحسن في الأداء على مستوى المجالات التقييمية. نتائج المسابقة لعام 2016. جاءت نتائج هذا العام بحصول فرع صحم بالمركز الأول بمعدل 82.4% وفرع البريمي بالمركز الثاني بمعدل 77.1%، وجاء فرع عبري بالمركز الثالث بمعدل 76.5%. ألف مبروك لفرع صحم.